مناني وعياد يحلى الميعاد في سيرة البلاد خشينا عنات في شنو خطرها ناني ناني نعم زعمت شيع المغرب خطرها خطرها تأليف إلهام باللامة تمثيل عبد القدوس العساوي ومروى محمد قداش ما الصيام راحة فعلا صيموا تصحوا الواحد يحس في روحها خفيف كيف الريشة وبعد ما يفطر ينقلب دماغه زعمك وين عدت هالولية في أمازير غاطسة ناني يا مناني انعم تسم الله يا عياد تخيرك تعيط فضحت بيا قدام الجيران تو يقولوا أبصر وين اخدت وجهها تشن هالهرجة يا راجل قاعدة في ركنك راهو مش في الشارع راجل ايه اللي يسمع يقول حق نيم واللي باب على الكلاب لا نهش ولا نش انت يلا زبيدة لا حاسب عماك لا والي ولا تالي لا جيران ولا هالطرطور اللي واخدتيه واخده طولك وطول عصاتك الواحد يسكت خير اللهم اني صايم ايه فرقة صيامك وانت في راس من تكبش وقريب تتعارك مع دبشك الصبر يا خالق الصبر واصبر على المقسوم صبرك طيب الصبر ما عمره رجاك يخيب قولي يا حنة دبلنا أول يوم في رمضان شب ديري كال حسني جيعان داك ودواك في بطنك يا سيدي فطورنا اليوم زي السبر والعادة شريبة وطريفات بوريك وبيتزا ومبطن وبراك وفركاسي ساد ما رغب الا في الدين خلط خلط وجلط شن هالمرواج لا بنا ولا صنة اتمزريت اكل منه شن هالإسراف يا ولية شدي دينك شدي دينك شوية واللي تقوى على دار ابوه خلاها الهرواك يندب وانتي هاردة على المالح واما بنعمة ربك فحدث وانت خيرك اسم الله مولي جلده ويابس وبعدين زينا زي الناس لازم صفرة رمضان تكون مشكلة ومنوعة وتحل العين المغمضة مهنا ومال الناس ما هو على قيس بساطك مد كرعيك الواحد ياكل داب سنيناته ورمضان شهر صوم وعبادة يا ولية مش الطبهيج وتعبريش الناس قبل كانت تحل في صيامها على شغيمة حليب وتمارات وبسيسة وانتي لمخلية الأخضر ولا يابس قريب تاكلي حتى الرشات ناكل في قسمي وانت ما يعجبك العجب ولا الصيام في رجب الشهر كيف هل وانت تحاسب فيه عن نعمة ديري شريبة مالنا في بابه وكل قدير وقدره الأسعار غالية واللي تقربها نار ومسمار إيه والله يا عياد كل راقي فوق ومرخص كان بنادم يا تجار ساتكم سمسرة يخب يخب ويقعد في ركب هديم يا حنة كيف القرادة ما تكبر لين تمص دمنا وكان الله في عون المواطن وخطرها يا مناني فكينا من السلفيات ولا فريات المنقوبة واللي الطيبيه تصوريه شنو خاسرة فيه الرقاق انتيو تتجعد النعجة بلية الكبش السلفيات يا عياد ولت عادة رمضانية وأغلب ربات البيوت يطبهجن ويصورن غير انت عاد راسك وراسي قليل البخت يلقى العظم في الرية يا ولية سادك هبال وامتى بتكبري وديري عقل بدل ما تشدي سبحة والصلاية وتقري لك قرآن وتفوتي النهار في نفيخ النار كبرنا على طاعة إن شاء الله والحمد لله حاجة بيت الله ونصلي وندير في الفرض تديرين في الفرض وتنقبن في الأرض يا مناني راعي ظروف الناس في اللي نازح في اللي مهجر وفي اللي واحل فعشاه وقضتني يا عيادي وقضك في الشهادة والدال على الخير كفاعلة والناس بالناس والناس بالله شنو في يا حاجة؟ قولي يا حنة هاتي ما عندك شو رايك أنا والأخوات اللي معاي في جروب فتافيت ليبيا نجهزوا موايد الرحمن ونطيبوا لعابر السبيل ونربحوا أجر إفطار صايم وإن الله لا يضيع أجر المحسنين انتي كيف من ينفخ في القربة مشروكة لازم تكبري الهلولة
والناس لولا قالت الجود بالموجود ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العفو يا عياد، الناس في رمضان تتسابق على فعل الخير وتدور في اللجر دوارة، وانت تقرأ في النقص وتنقب وتقيس. إن غير بختها بالهون العين بالخير يا ممسلفة، ديرن الخير واجرك نحاصل، وعمك عياد يقعد يوهب ويمد في دينه. زحمك شيع المغرب. مناني وعياد يا احلى الميعاد، في سيرة البلاد خشينا عنات، في شنو خطرها. ناني ناني. نعم زعمة شيع المغرب خطرها.